السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشتركاتي العزيزات، أهلا بكم في قناتي وأهلا بكل المشتركات الجدد، واللي ما اشتركتش تشترك وتفعل الجرس وديروا اللايكات ليصلكم الجديد. واليوم بإذن الله راح نديروا تحلية سهلة واقتصادية وفي نفس الوقت تجي كريمية ولذيذة جدا يعني وسهلة. مكونات موجودة في كل بيت، حليب وفلان وعلبة زبادي أي ياقورت. هنا عندنا الحليب، أنا درت يترا حليب وعلبة زبادي وعلبة فلان تاع 50 غرام. أنا عندي فلان فانيلا، وإذا عندكم فلان شوكولا استعملوا فلان شوكولا خير. وعندي شوكولا سوداء، واللي يحب الشوكولا بالحليب يستعمل الشوكولا بالحليب. هنا حطيت فوق النار الحليب وراني كنت مصورة وراح لي الفيديو، الحليب مع الفلان مع ملعقة نشا مليئة، وحطيتها فوق النار حتى خضر شوية الخليط. أضفت الشوكولا وأضفت علبة الزبادي، ما نضيفهمش من قبل، نضيفهم حتى يطهى الخليط هذاك ويثقال. والشوكولا عمركم ما تزيدوها من تحطوها من الأول وتحطوها تطيب، لأنها تفقد النكهة تاعها. والله جربوها، راهي تحلية لذيذة جدا، تجي كريمية خاصة لسهرة رمضان. هنا نحطوها في الكؤوس كما قلت لكم، راني حطيت الحليب مع الفلو مع ملعقة نشا، والفلو هاو حلو، انا ما نشتيش نزيد السكر، وحطيتهم فوق النار حتى خفاروا. بعدين نحيتهم وأضفت هذيك الشوكولا وعلبة الياقورت أي الزبادي. هناني درت 3 حليب مع 50 غرام فلان وملعقة كبيرة نشا. بعدين أضفت علبة الزبادي و100 غرام شوكولا سوداء. يعني سهلة جدا وبسيطة ومكونات اقتصادية. أنا حطيتها بردت تماما حتى حكمت روحها ل3 أو 4 ساعات. وبعدين أنا طلعت شونتيي مع شوية كراميل بيغ سالي، راني نحط لكم الرابط تاعو، يعني تجي لذيذة جدا خاصة كريمة الشوكولا مع الشونتيي هذه بذوق الكراميل، جات روعة. وانا نحب ندير الاذواق اللي تخرج على بعضها، ما حبيتش ندير شونتيي وحدها، يعني حاجة. انا درت ملعقة كبيرة من كراميل بيغ سالي مع الشونتيي، طلعتها وأضفت نكهة الكراميل. وهنا كان عندي شوية فرانة، يعني وانتوما زينوا وش عندكم. هذا الفرانة كراميل، ديروا كراميل وبعد تلوحوا له شوية مكسرات وتخليوه تصبوه فوق ورق طهي، وتخلوه لما ينبت ينشف تكسروه وتزينوا به، او حتى شوكولا رابي او مكسرات كاك او
يعني هذو هما الأشياء دي يخرجوا عليها، وننصحكم تجربوها. وإذا عندكم استفسار، هاي هنا الكريمة تاعي لذيذة جدا، و اللي عندها استفسار تحط لي في الكومنتار، وإن شاء الله كاين وصفات أخرى. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودعواتكم لي. وفي فرصة إن شاء الله، ووصفة جديدة إن شاء الله. إلى لقاء قريب بإذن الله، ورمضان كريم على الجميع.